بسم الله. بجوج مكونات فقط سناك صحي ولذيذ. جوج بنانات غادي تمسيهم مزيان، ضيفي لهم الزنجلان بالتدريج، الزنجلان ما يكونش محمر يكون عادي. هاد الشيء اللي غادي نحتاجو كتخلطيو مع بعضياتهم، خدي شي صينيه حاولي تشكلي هكا كريسات صغيره ونديري حفره الوسط، دخليهم الفران 7 دقائق كيكونوا واجدين، كيجيو شادين فراسهم بحال هاد الشكل ولذادين لذادين وسورتو صحيين. انا كنضيف لهم شوكولا غيش نوعيه جيده، زينوهم باش ما بغيتو وبالصحه والراحه.